انا في البدايه طبعا عايز اتكلم على نقطتين. النقطه اتفضل. الاولانيه، احنا قلنا اتكلمنا في النقاط القوه عندهم، قلنا ان كريم بامبو امبارح في النقاط القوه هو ان الراجل عبد الرحمن مجدي بيقطع، وكريم بامبو محمد الشامي بينزل كمهاجم وهمي، وقلنا ان كريم بامبو بيقطع من ورا ايمن اشرف، وده اللي حصل بالظبط. يعني لو جبنا الهدف هنلاقي ان الصوره او التحليل حصل بالنص. ايه المشكله اللي حصلت في النادي الاهلي من وجهه نظري الشخصيه، او ايه اللي مخلي منظر النادي الاهلي النهارده في الناحيه الدفاعيه مش حلو؟ وجهه نظري الشخصيه ان النهارده احنا بنلعب في ملعب، يعني الهدف اهو، بص من الاول بقى، هاته من الاول. النهارده احنا بنلعب في ملعب برج العرب، احنا بقالنا 5 ماتشات بنلعب في استاد الماكس، استاد النهارده ملعب برج العرب ده تحديدا مع لاسارتي بيفتح الملعب، بيلعب في مساحات كبيره جدا. دي المشكله الفنيه في النادي الاهلي، ان انت لما بتلعب في ملعب برج العرب بتفتح الملعب بشكل كبير. يعني بص حضرتك، ازارو مش باين في الصوره، اخر واحد ايمن اشرف يعني وياسر ابراهيم، فبالتالي دفاع الاهلي مكشوف من ورا. لكن لما انت بتلعب في مساحه ضيقه او دفاع كومباكت بتقلل عدد الفرص بتاعه فريق الاسماعيلي. لكن انت كمدير فني ممكن تعمل المساحه الضيقه. طبعا، بس لازم تقلل المساحه، يعني لازم ما ينفعش انت برضو تلعب في كمدير مساحه فني واسعه. اللي برضو من حقك او تقدر تقلل المساحه. طبعا ده كمدير فني، ما ده اللي انا بتكلم فيه، ان النقطه اللي بتحصل ان انت لما بتلعب في الملعب الواسع مع المدير الفني لاسارتي، دفاع الاهلي يعني بيبان ان هو شكله مش حلو. ليه؟ لان انت بتفتح الملعب بطريقه كبيره جدا، يعني المسافه ما بين، بتشتغل في مساحه كبيره جدا ما بين ازارو وما بين ياسر ابراهيم، خاصه بتبان في الملعب الواسع اللي زي برج العرب. عشان كده لازم لما تلعب في ملعب برج العرب او في ملعب واسع بصفه عامه لازم تضيق المساحات. عشان كده من وجهه نظري ان الدفاع الاهلي النهارده ما كانش ظاهر بالشكل الايه المناسب او بالشكل الحلو اللي الناس متعوده عليه منه. دي النقطة الأولانية. النقطة الثانية زي ما قلنا، كريم بامبو واحد من أهم المفاتيح للنادي الإسماعيلي. نيجي يمكن برضو النقطة الثالثة، التأخير في التغييرات، نقطة مهمة جدا. النهاردة مستر لاسارتي بصراحة اتأخر في التغييرات بشكل كبير. يعني أنا كنت شايف إن الشوط الأول إحنا باين إن إحنا مش حلوين في الشوط الأول، كان ممكن يعمل التغييرات بدري عن كده، خاصة كمان لو شفنا صالح جمعة لما نزل قلب المباراة. صالح جمعة لعب 21 دقيقة، صنع هدف، صنع فرصة لزملائه واحد، عمل مراوغتين ناجحتين، تاني أكتر لاعب عامل تمريرات طولية في المباراة رغم إن هو نزل لعب 20 دقيقة بس، عامل 8 تمرير طولي بنسبة نجاح 62.5%، تالت أكتر لاعب، دقة تمريراته القصيرة بتاعت صالح جمعة 93%، قطع الكرة مرة واحدة، رغم كل ده رغم إن هو لعب 21 دقيقة بس، تالت أكتر لاعب عامل كرات عرضية، 6 كرات عرضية بنسبة دقة 33.3%. إذا التأخير في التغييرات فرق شوية مع النادي الأهلي، إن أنت لما اتأخرت في التغيير جبت جون، فده أثر عليك في التغييرة الثالثة. لكن لو كنت بدأت التغيير مثلا ما بين الشوطين أو مع بداية الشوط الثاني دفعت بواحد زي صالح جمعة، كانت هتفرق. يعني كانت هتفرق حتى إن التغيير الثالث تأخره شوية، وبالتالي عندك مثلا لو اتزنقت بهدف أو استقبلت هدف كنت ممكن تدفع بمروان محسن يكون تغيير هجومية. دي من وجهه نظري اسباب التعادل النهارده، ولكن طبعا لسه الدوري طويل والاهلي هو الاقرب. لا الدوري مش طويل، الدوري فاضل فيه ماتشين، هو الدوري يعني طويل لا وقتا. لسه في مباراتين كمان الدوري طويل يعني وقتا. لسه يعني خلاص النادي الاهلي قرب من لقب الدوري، ومباراه الزمالك هي اللي هتبقى الحاسمه يعني لقب الدوري. تمام.